تقدم الاهلي على الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء لمحمود كهربا، هدف ولا اروع. وشوط اول شهد سيطره تامه وفرص ضائعه ومهدره بالجمله من النادي الاهلي. كابتن شريف، تقدم منطقي ولو ان النتيجه كان ممكن تكون احسن من كده. الحمد لله جبنا جول، ويمكن جبنا الكره الاصعب بالظبط، اللي هي اللي تخش يعني الحقيقه استلام ولا اروع زي ما انت قلت، وحطها بشكل حرف كبير جدا كلاعب متمكن ومتميز. يعني اضاع اكتر من فرصه، ده معناه ان انت المتحكم في اداء الملعب في كل حاجه. ولكن احنا قلنا ايه؟ نص ملعبنا وخاصه قفشه كويس، اللاعب الحر الوحيد اللي ممكن يبني لك اي هجمه سليمه جدا اذا كان على ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. قفشه بقى بيلعب في حضن كهرباء قدام، وده مش هينفع انك انت تخلي مروان عطيه وعمرو سوليه عندهم الشكل الدفاعي وشكل بناء الهجمات كلها. فهل ده تاكتكس اللي معمول ده ولا انا مش عارف يعني. تاني حاجه، عبد القادر مش عارف يعدي ولا يباصي ولا يروح يمين ولا يروح شمال. عنده سهل جدا اللعب لو لعب 1 2 عادي وعدى زي ما عدى كده اخر مره عملها في الشوط الاولاني، كان ممكن يلعبها بالعرض او يشوطها في الجول حتى، او ياخدها تاني ويعدي تاني ويعمل اللي هو عايزه فيه. يعني الفرق اللي قدامك الحقيقه بتقول لك اكسبني زي ما انت عايز، انت احسن مني في فوارق في كل حاجه. ربنا بيدي لك ساعات ازاي تهجم منين وازاي تروح يمين ولا تروح شمال ناحيه بيرستاو وهو محمد هاني، الحقيقه تعمل فيها زي ما انت عايز. يعني الشوط اللي فات ده من ناحيه اليمين بس، لو في حد بيتحرك غير كهرباء مع كهرباء جوه ال 18، وان جاءت لعمرو السوليه في اول الماتش كانت خلصت الدنيا كمان، وبينك كان زماننا في 2-3 كمان بعد الكره دي، لو كانت دخلت كانت الحكايه هتبقى مختلفه تماما خالص. بعد دي كمان كان في اربع فرص لكهرباء ورا بعض. ده اربع لا بس بتاعت انت عارف احنا قلنا ايه؟ لما بتيجي كره بدري وبنجيبها بنسيطر اكتر، النفسيه اكتر، خلاص الضغوط اتشالت عليك بعد الهدف الاولاني، تقدر تلعب كره سليمه بقى، تقدر تطلع اطرافك تاني. عندك النهارده ناس فايقه زي محمد هاني، بيرستاو بيمسك الكوره ومش هيب اي حاجه، حتى ربيعه اللي هو عليه ضغط كتير قوي في الكوره اللي احنا بنتسبب فيها، انما بياخد الكوره بيعدي من واحد واثنين وعنده الجراه ان هو يبقى موجود في الملعب وياخد مساحات. فعندك حاجات كتير جدا في مجمل الشوط الاولاني كانت تخليك كسبان 4-5 الشوط ده. نرجو برضو حاله الارتكاز بتاعه نص الملعب ومستر كولر يشوف الدنيا ماشيه ازاي. واعتقد ان انت عندك النهارده ناس قاعده زي حسين الشحات، انا اقدر استغله النهارده ان انت محتاج حد جنب كهربا في المكان ده. صحيح كابتن علاء، تقدم منطقي وشد جيد من لاعبي النادي الاهلي، ومردود ضعيف جدا 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 من النادي الاهلي السوداني. كان المفروض النادي الاهلي يستغل الشوط الاول اكتر من كده. هو تقدم منطقي طبعا، ممكن لازم اكتر من كده كتير، ودي الحاجه اللي مضايقاني. انا زعلان طبعا ان انت بتلعب فريق يعني مع احترامي الكامل ليه، هو ما يزيدش على القطن بحاجه خالص خالص في كل حاجه، يمكن بس عنده ناس اللاين فيرو بتاعه ممكن يهددك شويه، لكن هم واقفه في الملعب خط دفاعي. انت يعني والله بلا مبالغه، انت لو لعبت الكوره من رجل للرجل كل هجمه انت هتوصل لقلب الجول، هجيب جول. ده اللي حصل اول 20 دقيقه، ست فرص بالظبط. بالظبط، لانك انت العب اسهل كوره مع فريق الهلال هتكسب. يعني الشوط ده لو الناس مركزه وشافها بعض كويس يخلص 4. وعلى فكره 4 دي مش انا مش بنفخ لعيبه النادي الاهلي، ده طبيعي. طبيعي الاداء الفريق المنافس، لازم تستغل النهارده ضعف الفريق انا عن نفسي. مظبوط، الهلال اتفاجئت من شكله، من شكل ادائه، يعني كانه كلاعب في الاستوديو هنا وهيدافع وهيقفل. لا، ما فيش حاجه خالص، هو بيلعب على حاجه واحده بس، كم الاخطاء الكتير في الشوط الاول اللي انت وقعت فيها بس يا ايمن. لكن هو يعمل هجمه؟ لا 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 خالص، كلها يا اما انت بتحاول تلعب فردي زي احمد عبد القادر اللي مره مليون دي، يعني مش لعب كوره في انديه كبيره في النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه اصول، للمره مليون اعرف انت عايز يعني امتى هتستخدم المهاره اللي عندك. ربنا مديك موهبه بهدوء كده، حاول تستغلها بس في المكان الصح. التمريرات المقطوعه كتير قوي في نص الملعب بلا مبرر، مفيش ضغط عليك يا ايمن. انت عارف لو في فريق بيضغط عليك انا موافق، لكن مفيش ضغط. عشان كده انا النتيجه مش عجباني. النتيجه النهارده يا جماعه الفرقه ما بتعملش حاجه. طب ليه ما تجيبش 1 و2 و3 و4؟ انت عامل 6 فرص، دي 6 اهداف مش 6 فرص، 6 اهداف. ليه ما اطلعش الشوط الاول 3-0 وكل حاجه تبقى قدامي وابدا الشوط الثاني
الامور بالنسبه لي سهله. ارجو ان شاء الله ان الاداء يزيد ودور على هدف اول وثاني. 1-0 نتيجه مقلقه جدا 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 في كره القدم. صحيح كابتن بلال، يمكن انت اتكلمت في بدايه حديثنا في الاستوديو عن استغلال انصاف الفرص. النهارده ما جاتش انصاف فرص، جت فرص كامله محققه، ولكن لم نستغل الا الاصعب على فكره، كره محمود كهرباء. حقيقه كابتن الاهلي النهارده بلا شك هو الافضل طبعا، بلا شك انت الحق انك تكسب المباراه. جالك يمكن حوالي 5 أو 6 فرص محققين، يعني بنسبه يمكن حوالي 80 أو 70% انك تسجل منهم اهداف. سجلت هدف صعب جدا بمهاره عاليه الكهرباء اللي صحيح. بنفسه اضاع ثلاث فرص اسهل من الهدف اللي سجله. عمرو السوليه اضاع، احمد عبد القادر ضيع، بيرسيتاو كان ممكن يستغل الكره اللي اتلعبت له من كهرباء بشكل افضل من كده بكتير جدا. الهجمه المرتده اللي كانت ممكن يعني تتسجل هدف لم يتم استغلالها يعني بشكل جيد جدا 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 من مجدي قفشه. اضعت فرص عشان عندك حاجه لازم تتخلص منها الشوط الثاني. في فرق كبير جدا يا كابتن ايمن بين السرعه في الاداء والتسرع. تسرع صح. انت النهارده عندك تسرع، ما عندكش سرعه في الاداء. سرعه التحول مطلوبه جدا، لكن التركيز مهم جدا. احنا يا جماعه قبل المباراه قلت لك حاجه مهمه جدا. التركيز يا كابتن ايمن هو اللي بيفرق فرق عن فرق، ده اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب، ده اللي بيميز نادي عن نادي، ده اللي بيميز جول كيبر عن جول كيبر تاني. صح. التركيز يعني ايه التركيز؟ يعني لما يجي لي هجمه مرتده سريعه زي اللي جت لقفشه كده اركز واستغلها بشكل كويس عشان انهي المباراه. المباريات اللي زي دي ما ينفعش تفضل معلقه للدقايق الاخيره، ما ينفعش تفضل معلقه طالما اتيحت لك الفرص انك تسجل اهداف، يبقى لازم تسجل اهداف. الاهلي الافضل؟ اه الاهلي الافضل طبعا، الاهلي الاحسن، الاهلي الاحسن، مهاراتنا احسن، لعبتنا افضل، انتشرنا في الملعب افضل بشكل كبير جدا، لكن بشوف في بعض الاوقات ان احنا بنصعب الكره على نفسنا شويه، يعني ممكن الكره سهله تتلعب سهله لاسامه، لا العبها للكابتن، لا اصعب. صح. الكره سهله للكابتن شريف، لا العبها للكابتن ايمن اصعب، لا المفترض تلعب الكلام ده امتى او تشتغل الشغل ده امتى؟ انا بكون كسبان 2-3 والدنيا مستريحه بالنسبه لي. صحيح. لكن مع فرقه هم اصلا عشوائيه بس عندهم شويه سرعات، لا ممكن لا قدر الله في اي وقت من الاوقات اي غلطه وارد في كره القدم الاخطاء. طبعا. انت مش هتفضل طول ال 90 دقيقه ورا مركز بشكل قوي جدا، لا ممكن غلطه، ممكن ضربه حره مباشره تقع من ايد الجول، الملعب مبلول، كره بتتزحلق، ممكن شوطه لا قدر الله تقع من ايد الشناوي وتتسجل هدف. مش عاوزين نوصل للحته دي، عايزين نوصل ان احنا الشوط الثاني من بدايه اللقاء في تركيز. كمان احنا لازم حاجه اتكلم عليها اسامه قبل الماتش، الاستحواذ الايجابي. انت مش عايز تستحوذ، انت طق طق على طول تلعب طق والكره ترتد، انت دخلته معاك في الماتش من كتر السرعه اللي انت شغال بيها. تمام، عايز تلعب كرات سريعه، لا انت المفروض تهدى. يعني عندك لعيب عندها مهارات، تستغل مهاراتها في الحته اللي قدام. ما ينفعش انا بلعب في وسط في ملعبي هنا ويبقى بعمل 6-7 يعني هجمات كلها عباره عن مسافات طوليه بجري فيها، وكهرباء مره وعبد القادر 3 مرات وعلي معلول وبيرسي تاو. لا لازم اهدى شويه، لازم انقل الكره من رجل لرجل، لازم استغل المهارات الفرديه اللي انا لعبتي، لازم استغل الاخطاء وسوء التمركز بتاع لعيبه الهلال عشان اقدر اسجل اهداف ثانيه. صحيح. طيب كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه الشوط الاول والنتيجه تعبر بالاهلي لدور الثمانيه ان شاء الله، ماذا سيفكر مستر كولر في الشوط الثاني؟ هقول لك فلوران ايبنجي الاول مدرب الهلال هيفكر ازاي الشوط الثاني، هو عايز يحرز هدف كويس، النتيجه دي تخرجه. الشوط الثاني هيضغط على النادي الاهلي، على دفاعات النادي الاهلي، كنا بنشوف وقت من الاوقات بيضغط باثنين وثلاثه واربعه. كان عندنا هدوء في عمليه التحضير، محمد عبد المنعم للشناوي، معاهم مروان عطيه، معاهم رامي ربيعه، لازم نخلي بالنا علشان لو اي خطا في الحته دي وقت التحضير ممكن تبقى عليها. بس هو بيضغط ضغط عشوائي يعني، حتى ما بين بس الشوط الثاني الشوط الثاني مدرب الهلال هيضغط اكتر، عايز يسجل في النادي الاهلي، هو بيلعب على هدف علشان لو النتيجه حتى النادي الاهلي لو احرز هدف الثاني برضه هو الصعود بتاعه بالهدف دوت، فهو هيدور على الهدف. احنا نخلي بالنا في الحته الدفاعيه في وقت تحضير الهجمه. الامر الثاني، انت كنت ممكن تخلص المباراه من الشوط الاولاني طبعا، كنت ممكن تحرز الهدف الثاني والثالث والرابع، لكن الشوط الثاني لازم يبقى فيه تركيز اكتر. احمد عبد القادر الكره مش ماشيه معايا، لازم اسهل، ما الكره ما بتعنتش ان انا باخد الكره عايز اعدي كره ما مش ماشيه معايا، اسهل لقفشه لعلي معلول لمسه ثانيه، لمسه واحده، لمسه ولعبه، لما تبدا تشتغل معايا الكره وتطوعني اشتغل واعمل اللي انا عايزه. دي نقطة الأولى. محمد مجدي قفشة محتاجين مجهود أكتر من كده شوية. في فرص هتظهر تاني للنادي الأهلي الشوط التاني. لازم يبقى في تركيز. هيلعب بنفس الطريقة؟ هيلعب بنفس الطريقة، ولو في تغيير ممكن نشوف حسين الشحات مكان أحمد عبد القادر. بس غالبًا ممكن يبتدي الشوط التاني بنفس الشكل ده، ولو هيشوف حسب حالة أحمد عبد القادر
لو استمر في هذه الحاله ممكن يكون حسين الشحات هو التشكيل او هو العنصر اللي يتم الدفع بيه. محمد مجدي قفشه ممكن يتم الدفع بحمدي فتحي او اليو ديانج ويلعب بثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه، عمرو السوليه، واحد من الثلاث من الاثنين لا مجدي لا حمدي فتحي لا ديانج، ويقفل نص الملعب، وبرضه انت هتبقى عندك السيطره والاستحواذ وهتخلق الفرص. فممكن يكون ده برضه في تفكير، بس ده مش فكر مستر كولر. لا ممكن، خلي بالك النهارده انت الشوط الثاني صعوبه المباراه زي ما بلال بيقول، الهلال لو خطف كره هيصعب عليك المهمه. العامل البدني في صالح مين؟ العامل البدني في صالح الاهلي طبعا، انت معاك جمهورك وضاغط بس انت عملت مجهود جامد جدا الشوط الاولاني، يعني الهلال تقريبا ما كانش موجود، ما كانش خلي بالك دفاع الهلال مع حارس مرماهم، كنا بنقول حارس خربك، حارس مرمى ما اختبرش في اي كره صعبه، الفرص اللي اتاحت لكهربا اثنين او ثلاثه جنب العارضه او جنب القائم، والهدف اللي سجله صعب جدا على حارس المرمى، فاحنا لو عملنا ضغط مع تركيز بس، هي محتاجه الامور زي ما قلنا في بدايه المباراه، الهدوء، الهدوء لما بتجيلي الكوره يبقى عندي هدوء وانا بسجل، مفيش مش عايز ما ينفعش شغل السرعه والسربعه، لا لازم يبقى عندي الهدوء. مع هرجع تاني الدفاع لازم يبقى فيه تركيز اكتر من رامي ربيعه، محمد عبد المنعم ومحمد هاني، علي معلول بيندفع في الناحيه الهجوميه، لازم يبقى عنده حرص في الانطلاق في الناحيه الهجوميه، لازم يامن مكانه في الاول. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في تحقيق الفوز. نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.